اهلا ومرحبا بكم في قسم علاج الاورام والطب النووي بكليه الطب جامعه اسكندريه. انا دكتور عبد السلام عطيه، استاذ ورئيس قسم علاج الاورام بكليه الطب جامعه اسكندريه، القسم العريق اللي بدا سنه 1968 على ايد اعظم اساتذه الاورام في مصر في هذا الوقت، اللي هو الاستاذ الدكتور جمال مسعود والاستاذ الدكتور احمد عمر بديب ربنا يرحمهم، بالاضافه الى الاستاذ الدكتور حسن عواد استاذنا العظيم الله يرحمه، اللي طلع من قسم علاج الاورام كليه الطب جامعه اسكندريه واسس المعهد القومي للاورام، بالاضافه الى الاساتذه الراحلين العظام في معهد الاورام الدكتور اسماعيل السباعي والدكتور ابو النصر رحمه الله على الجميع. القسم بيمثل نقطة مضيئة في تاريخ العلم والطب وخدمة المجتمع في مصر وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط بل في العالم كله. النهاردة في مؤتمر قسم علاج الأورام والطب النووي، المؤتمر 23 اللي بيعقد للعام 23 على الدوام بانتظام وفي نفس الموعد دائما في شهر أكتوبر من كل سنة، ورغم وجود جائحة كورونا إلا أن القسم أصر أنه يتم عقد المؤتمر في نفس التوقيت وفي نفس المكان وبنفس المستوى الرائع اللي بنشرف فيه واللي بيسعدنا مشاركة عشرات الأطباء والخبراء من أمريكا معانا في المؤتمر النهاردة عن طريق الفيديو كونفرنس والتواصل الغير مباشر، بالإضافة إلى وجود ورش عمل وورش تدريب على حاجات تعتبر من أحدث التقنيات في خدمة علاج الأورام. قسم علاج الأورام بيشرف أنه عالج ألاف المرضى على مدى تاريخه الطويل مجاناً، وده من خلال دعم جمعية رعاية مرضى الأورام بالإسكندرية أو من خلال قرارات علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى امتداد القسم لتشكيل وحدة لأورام الأطفال في مستشفى برج العرب، ودي تتبع القسم والخدمات بتاعتها جميعها بتتم بالمجان بدعم من جمعية مستشفى سرطان الأطفال بالإسكندرية. الحقيقة أن خدمات قسم علاج الأورام لا تتوقف عن التطوير، سواء من حيث تطوير العيادة وتحديثها أو المحافظة على الأرشيف اللي بيمثل كنز علمي رقمي هائل. تطور حالات الأورام في إسكندرية من عام 1968 حتى هذه اللحظة، القفزة الهائلة اللي حققها قسم بوجود عملية التحول الرقمي، بأن كل المعلومات والداتا الموجودة تتحول إلى من معلومات مكتوبة إلى معلومات مبرمجة. القسم أضاف إضافة هائلة جديدة إن هو تحمل مسؤوليته في المسح للسيدات في المنطقة بتاعتنا، بإضافة جهاز الماموجرام، ودي وحدة جديدة بتضاف لخدمات القسم اللي بيأديها. بنحاول إن احنا نخلي عملية العلاج الكيماوي عملية برغم صعوبتها النفسية والمعنوية والبدنية على المرضى، إنما بنخليها عملية مسهلة وميسرة، وبنحاول إن احنا المكان العلاج الكيماوي يكون أبيلينج للمرضى، مكان مناسب يحافظ على كرامة المرضى ويحافظ على حالتهم النفسية والصحية والمعنوية بشكل جيد جدا. أضفنا وحدة المحاكي الإشعاعي اللي بتقدم تكنولوجيا متطورة في عملية العلاج الإشعاعي. أهم إن احنا عندنا أحدث جهاز تخطيط إشعاعي موجود في مصر، وجهاز هو جهاز الموناكو، وده من أحدث الأجهزة الدقيقة في عملية التخطيط والتصوير الإشعاعي. قسم علاج الأورام في كلية الطب جامعة اسكندرية لا يتوقف أبدا عن التطور، لا يتوقف أبدا عن التجديد، لا يتوقف أبدا عن مواكبة العصر. يشرف إن كان بدايته أساتذة عظام، وبيسعد إن في شباب واعد متفتح مواكب للتكنولوجيا الحديثة، ودايما بيقدم كل الخدمة وأفضل مستوى وأرقى مستوى للخدمة للمواطن في جمهورية مصر العربية وفي منطقة غرب الدلتا على التحديد. يسعدنا دايما تواصلنا معكم في قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة اسكندرية.